سعداء بالترحيب بكم معنا اليوم في مستهل هذا الحفل السعيد لنشهدكم إهاننا وشكرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الكريمة. اليوم نعيش وإياكم لحظات افتتاح مركز الشيخة فاطمة أم الإمارات للأم والطفل بمستشفى الشيخ زايد في موريتانيا لتعزيز التغطية الصحية وتوسيع دائرة استفادة هاتين الشريحتين من خدمات نوعية ومتطورة. حضورنا الكريم، ليست هذه ولا مكارمات دولة الإمارات العربية المتحدة ولن تكون الأخيرة بحول الله، كما جاء على لسانه رئيس الهلال الأحمر بالأمس في تغريدته حمدان بن زايد أنه ولما حباه الله به من أيادي بيضاء من إنسانية عز نظيرها، ومن شعور دائم بمسؤولية التخفيف المعاناة أينما كانت. سالم السويدي، رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر في موريتانيا. اليوم نحن متواجدين الحمد لله، اليوم تم افتتاح مركز سمو الشيخة فاطمة مبارك أم الإمارات حفظها الله للأمومة والرعاية للطفولة. يتكون المركز من 20 سرير، غرف للعمليات، غرف للطوارئ، وغرفة للتعقيم، ويستفيد منها كثير من الحالات. شفنا الحضانات للأطفال وشفنا غرف العمليات، والحمد لله إن شاء الله نتأمل أنه يكون بادرة خير إن شاء الله على المجتمع الموريتاني، يكون رد للخير للمجتمع الموريتاني إن شاء الله.